أيضا فتقرير البنك الدولي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته في مواجهة المخاطر وخاصة مخاطر الركود خلال عام 2023، إلا أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة من المتوقع أن تشكل تحديات جديدة على المدى القريب. هذا موضوع نقاشنا مع ضيفنا من دبي الأستاذ مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة بي دي سويس. أستاذ سلهب مرحبا بك. يعني أشار البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيزداد فيها النمو إلى نسبة 3.5% في العام الحالي على شرط واحد، هو أن تهدأ المشاكل الجيوسياسية. فإذا هناك يعني في هذا العالم الاقتصادي الذي يعاني من إظلام في مناطق عدة، هناك منطقة مضيئة على شرط واحد. صحيح، من الواضح تماما أن آلية النمو في هذه الاقتصاديات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط في منطقة الخليج بشكل أساسي تعتمد على آليات نمو مختلفة تماما عن اقتصاديات منطقة اليورو والولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة عموما. ما زلنا نعتمد على أسعار الطاقة وعلى القطاع الكيماوي بشكل أو بآخر، الصناعات البتروكيماوية وخاصة في الخليج العربي. نتكلم عن 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 نمو متوقع ممتاز في الأعوام القادمة أيضا في مصر على سبيل المثال، ونتكلم عن كتلة بشرية ضخمة وبالتالي بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو قد تكون الأعلى في العالم لو توفرت لها حقيقة الأدوات المناسبة والآليات المناسبة الحكومية وأيضا القرارات السياسية، بالإضافة إلى طبعا الإجراءات المالية. لا ننسى أن الاقتصادات في منطقة الخليج على سبيل المثال لا تزال سياساتها النقدية مرتبطة بالدولار الأمريكي، وبالتالي قد تتراجع الفائدة في المرحلة القادمة، وهذا جيد بشرط أن لا ترتفع حدة التوترات الجيوسياسية التي تضر بالشرق الأوسط أساسا. ما هو التي ربما تكون المنطقة الأكثر ضررا بهذا التوتر؟ لعلنا هنا أستاذ مازن نذكر بما حدث قبل أزمة كورونا، كانت اقتصادات هذه المنطقة تحقق نتائج جيدة في النمو والناتج المحلي، ربما جاءت كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الآن مسألة أزمة غزة لتذهب كثيرا بجهود كانت تطمح لأن تقفز إلى الأمام. صحيح، هذا سؤال جدا مهم، لأنه أعتقد كما يقال في المثل العربي مصائب قوم عند قوم فوائد، وعندما حدثت الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها يعني على عكس ربما ما توقع الكثير كان لها وقع إيجابي على منطقة الخليج العربي خصوصا وشمال أفريقيا. لماذا؟ لأن ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير إيجابي على اقتصادات الخليج التي قادت النمو في هذه المنطقة من العالم، ناهيك على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة جذب رؤوس الأموال التي هربت ربما من كثير من مناطق العالم ليس فقط في روسيا، وهذا أيضا كان له وقع إيجابي. نحن نتكلم عن آليات المفاوضات الاقتصاديات ربما قد تكون مختلفة عن مصر، نعم، وأيضا شمال أفريقيا، صحيح هذا الكلام، ولكن عندما نتكلم على أن آفاق النمو في هذه الاقتصاديات كبير جدا لأنه أصلا مرتبط بأنها اقتصادات ناشئة وبالتالي بحاجة إلى الكثير من الاستثمار، هذه المليارات التي بحاجة لها الاقتصادات في الاستثمارات في البنية التحتية والقوة البشرية والنمو الاقتصادي وفي الطاقات المتجددة والطاقات التقليدية تفتح المجال أمام النمو الممتاز بعكس الاقتصادات المتقدمة التي وصلت إلى مرحلة استقرار، ناهيك على أن البعد الديموغرافي في الدول العربية والديموغرافي في الدول منطقة الخليج وفي شمال أفريقيا تساعد على تحقيق هذا النمو. فبالتالي أعتقد التحدي الحقيقي يختلف في هذه المنطقة عن بقية الاقتصادات، لأن أعتقد أن التحدي الكبير أمام الاقتصاد العالمي في 2024 ليس تخفيض الفائدة، ليس الدخول في ركود، إنما السياسات الانعزالية القومية التي تميل إلى سياسات شعبوية. أنا أخشى من أن تعود لارتفاع مجددا، هذا أولا. ثانيا، التحدي الكبير في الشرق الأوسط هي التحديات جيوسياسية، لأنه واضح تماما أن التحديات لم تنتهي وأن الشرق الأوسط قد يكون كان وما زال هو ربما البقعة الأكثر تأثرا، لا أريد أن أقول ضررا، ولكنه الأكثر تأثرا سياسيا واقتصاديا مما يجري من هذه التوترات، سواء كان في البحر الأحمر في المرحلة الأخيرة أو أيضا ما يجري من حرب في 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 فلسطين المحتلة. ما يجري الآن في البحر الأحمر أو في بعض المناطق الأخرى ربما يضر كثيرا بسلاسل الإمداد والتي تأثرت بشكل كبير أيضا منذ عام 2020 وما بعد جائحة كورونا وما تلاها أيضا من رفع كبير في أسعار الفائدة.
فبالتالي هذه المنطقة تدفع ثمنا لشيء لم تفعله. والآن البنك الدولي في تقريره ربما يتوقع أشياء متشائمة، لأن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، فبالتالي التأثيرات متبادلة والحل لن يكون إلا في أيدي القوى الاقتصادية الكبرى. صحيح، الحل لن يكون إلا بيد الاقتصادات الكبرى، والحل لن يكون إلا حلا سياسيا بشكل أو بآخر، لأنه من الواضح تماما أن الرهان اليوم على الوقت، الوقت هو القاتل في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الاستمرار في عدة التوترات في منطقة البحر الأحمر وهذه الهجمات المستمرة، إذا أخذت بعدا جغرافيا متوسعا أكثر وتمددت أكثر واستمرت، نعم سيكون لها تأثير سيء جدا. صح أنها قد ترفع أسعار الطاقة بالمناسبة، وهذا جيد لبعض الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط، ولكن له سوف يكون له تأثير سلبي على التضخم العالمي، وبالتالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ناهيك عن التبعات المتعلقة بالتجارة الدولية والتي كانت جزءا مهما من النمو العالمي منذ أن بدأت الألفية. اليوم الاقتصاد العالمي اعتمد على نقطتين أساسيتين في تحقيق النمو، اعتمد أولا على السياسات النقدية المتساهلة من بعد الأزمة المالية في 2008، جميع الاقتصادات المتقدمة اعتمدت على النقد الرخيص وتخفيض أسعار الفائدة. اثنين، اعتمدت على العولمة الجلوباليزيشن التي كانت جزءا من الهيمنة الأمريكية، ولكنها ساعدت الصين وساعدت بقية الاقتصادات على الصعود وعلى توفير منتجات بأسعار رخيصة. هذا كان البعد الأهم لهذه العولمة. الآن هذه العولمة تتلاشى ونرى تراجعا في تأثيرها على الاقتصادات العالمية، وبالتالي إذا أخذ بعين الاعتبار أنه الأزمة في البحر الأحمر على سبيل المثال قد تمتد وقد تستمر لفترة أطول ويكون لها ربما دخول أطراف جديدة أخرى، هنا سوف يكون التحدي الكبير. الحل بيد الاقتصاديات الكبرى نعم، ولكن الحل سياسي بالدرجة الأولى. أستاذ مازن، قال البنك الدولي أيضا في تقريره أن السر ربما في المشاكل التي سيعانيها العالم هو في أسعار الفائدة التي لا زالت مرتفعة. الولايات المتحدة ربما ستذهب إلى تخفيف من هذه الأسعار، إلى الذهاب لسيناريو التقليل إلى حد ما، لكن هذا لن يحدث بشكل أو بآخر في اقتصادات كبرى في أوروبا على سبيل المثال لا تزال تعاني. فإذا نحن كمجموعة عالمية أمامنا شوط أطول ربما في عام 2024 وما سيليه حتى عام 2026 حتى تنجلي الأزمة بشكل كبير، إن توفرت أساليب إنهاء هذه الأزمة. صحيح، يعني كما يقال أن صعود الجبل صعب جدا، ولكن النزول منه أيضا ليس سهلا بشكل أو بآخر. واضح تماما أن التباين في النمو بين الاقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية واقتصاد المنطقة الأوروبية واليابان سوف يترك له تبعات. أولا، تخفيض أسعار الفائدة لن يكون سريعا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، الخطوة القادمة لأمريكا سوف تكون تخفيض الفائدة وليس رفعه أو جعله مستقرا. ثلاثة، اقتصاد منطقة اليورو في ركود حقيقي، وهذا واضح تماما في الأرقام الماكرو إيكونوميك في ألمانيا في فرنسا في منطقة اليورو ككل، هناك انكماش في منطقة اليورو، وبالتالي تخفيض الفائدة قد يكون على عكس التوقعات في منطقة اليورو، قد تكون أسرع في المرحلة القادمة. سوف نعود نفس المرحلة القديمة ونفس الدائرة السايكل القديمة التي اعتدناها بعد ال15 عاما الماضية، وهي أن تخفيض أسعار الفائدة سوف يقود النمو، ولكن ليس في 2024، لأن هذا الكلام يحتاج إلى وقت حتى تعود الاقتصادات إلى الاستقرار وإلى الانتهاء من تبعات التسنين الأخيرة، بحاجة إلى عام كامل بعد أن ارتفعت الأسهم. ما يجري حاليا ربما أن البنوك المركزية قد تضطر إلى الضغط وإلى إجبار أسعار الأصول المالية على التراجع، لأن تراجع أسعار الأصول المالية هو جزء بالمناسبة من إضعاف التضخم، وبالتالي قد نلجأ إلى هذا الخيار فيما لو نفذت بقية الخيارات، فيما لو أن الاقتصاد لم يدخل على سبيل المثال في ركود قاسي، وأعتقد أن أمريكا لن تدخل في ركود على الأقل في النصف الأول من هذا العام، بينما أوروبا أصلا هي في ركود، واليابان تبدو في وضع منطقي إلى حد ما أفضل، يعني أقل سوءا من أوروبا في الوقت الحالي. فهذا خيار أننا قد نلجأ إلى إجبار الأسهم المالية والأصول المالية على التراجع حتى نضبط إيقاع التضخم، لذلك قد نرى تراجعا في مؤشرات الأسهم. هذا ما يدفعني للاعتقاد بأنه الوجهة أو النظرة قد تكون إلى حد ما حيادية إلى حذرة، مع الانتباه إلى نقطة غاية في الأساس، هناك فرق بين الاقتصاد الحقيقي وبين الاقتصاد المالي، بين السوق المالي وبين الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد الحقيقي هو ما يهمنا أكثر من السوق المالي. على أي حال، الجانب المشرق أستاذ مازن فيما يحدث أن احتمالات الانهيارات الاقتصادية صارت الآن أقل مما كان سيحدث في عامين سابقين مثلا، وفي هذا ربما مؤشر جيد أو مطمئن على الأقل. صحيح، في الوقت الحالي تبدو الصورة ربما أفضل مما كانت عليها قبل عام من الآن
على اعتبار أن الاقتصاد العالمي أمريكا بشكل خاص وربما أيضا أثرت مرونة. اليوم الاعتماد سوف يكون على 3 دول أساسية أعتقد أو 4 دول أساسية. الاعتماد أول سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدخل في ركود، وهذا ربما كما قلت مستبعد في النصف الأول. 2 الصين التي وضعت هدفا لا يقل عن 5% ربما تكون قادرة على تحقيقه. حتى بالمناسبة لو لم تحقق 5% النمو الاقتصاد الصيني هو جزء مهم من قاطرة النمو العالمي. 3 الهند تبدو البقعة المضيئة في الوقت الحالي مع نمو متوقع ب6%. والمنطقة الرابعة أعتقد هي منطقة الشرق الأوسط، الخليج العربي عموما ومصر، لأنني أعتقد بأنه التوقعات تبقى إيجابية في المرحلة الحالية. نتكلم عن المملكة العربية السعودية، الإمارات ومصر بالدرجة الأولى. هذه الدول أعتقد هي التي سوف تكون ربما الأساس في 2024 كقاطرة نمو. وبالتالي نعم هناك ما تزال يعني إيجابية إلى حد ما على الأقل في المرحلة الحالية، دون أن نخوض في تبعات الحرب الحالية أو تبعات ربما عودة عودة أسعار النفط إلى ارتفاع مجددة فيما حدث ذلك. أستاذ مازن، تقرير البنك الدولي قال إن فقراء العالم سجلوا أدنى مستوى لهم في 10 سنوات، العام الماضي سجلوا حوالي 690 مليون نسمة فقراء حول العالم، هذا مقارنة بنحو 816 مليون نسمة في عام 2014، أي من يقل دخلهم عن $2.15، هذه تقديرات البنك الدولي، لكنها تبقى أرقام يعني ورقية، يعني ليس هكذا يحسب الفقر، فبالتالي نظن أن رقعة الفقر في العالم تتسع أو اتسعت بالفعل بسبب أزمات كثيرة حدثت في آخر عامين. صحيح، الأزمة الكورونا كانت أزمة طاحنة وهي أثرت سلبا حقيقة على كثير من الاقتصادات في العالم. ليست كل الدول على مستوى العالم استطاعت أن تطبع مليارات الدولارات بنقد رخيص وتخفيض أسعار الفائدة التي تدعم شعوبها وتدعم اقتصاداتها. هذا لم يحدث إلا في بعض الاقتصادات المتقدمة وفي بعض الاقتصادات القادرة ماليا كما اقتصادات الخليج على سبيل المثال. وبالتالي اعتقد كلامك صحيح منطقي واتفق معه تماما ان الارقام تختلف عن الواقع، لا سيما ان السياسات الاقتصاديه الحاليه على مستوى الولايات المتحده وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمه لا تدعم حقيقه تخفيض هذا الفقر. يعني الانيكواليتي عدم التساوي هو معضله حقيقيه من معضلات الراسماليه الامريكيه والراسماليه على مستوى العالم في الوقت الحالي. لماذا تراجعت الارقام؟ قد يكون بسبب النمو ربما في اقتصادات كبيره مثل اندونيسيا ومثل الهند التي تملك تعداد سكاني هائل في المرحلة الماضية. ربما هذا ربما دعم تخفيض أعداد الفقراء، ولكن أعتقد بأن حساب معدلات الفقر تختلف متباينة بين دولة وأخرى، بين اقتصاد وآخر حسب له علاقة بقيمة العملة والنمو الناتج المحلي والقدرة الشرائية عن المواطن والعلاقات الدولية لهذه البلد أو ذاك. وبالتالي أعتقد بأنه نعم ما زلنا في مشكلة حقيقية، وللأسف أن المشكلة تتوسع. يعني حتى بعد أن انتهت أزمة كورونا في الوقت الحالي أزمة عدم المساواة وأزمة الفقر تتوسع، ولا أعتقد بأنه سوف يكون لها حل أو على الأقل ربما أحد يقترب من حلها أو يفكر بحلها جديدا على الأقل في الوقت الحالي. من دبي ضيفنا الأستاذ مازن سلهب، كبير استراتيجية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة بي دي سويس، أشكرك جزيل الشكر.